قرارات جمهورية من الرئيس السيسي في ثاني أيام عيد الفطر. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين 25 مايو قرارات جمهورية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ويحتفل المصريين اليوم بثاني أيام عيد الفطر والذي بدأ أمس الأحد 24 مايو 2020. وأصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 237 لسنة 2020 بتعيين السيد محمد مصطفى محمود سيد الغماري في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، على أن يكون لاحقا للسيد محمود جابر جاد نصار وسابق علي السيد فؤاد محمود محمد الجسمي. كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 238 لسنة 2020 بتعيين 258 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2015، ونشرت القرارات الجمهورية في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر بالأمس الأحد 24 مايو 5 قرارات جمهورية في أول أيام عيد الفطر المبارك، وأصدر الرئيس القرارات أرقام 233 و234 لسنة 2020، تعيين بعض المندوبين مساعدين بمجلس الدولة دفعة 2014، تعيين بعض المندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة، تعيين بعض المعاونين للنيابة العامة، وتعيين بعض المعاونين للنيابة الإدارية. الصحة تعلن موعد تحديث بروتوكولات علاج كورونا. دراسة مريض كورونا لا يعدي من حوله بعد 11 يوما من التقاط الفيروس. الصحة تكشف عن 320 مستشفى لعزل مرضى كورونا وتطور في خدمة 105. استقالة جماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا، والمدير لم تصلني بشكل رسمي. الأطباء تتهم الصحة بالإهمال والوزارة مستشفى للطواقم الطبية خلال ساعات. شركة أبل وجوجل تطلقان تطبيقا يخبرك بوجود مصاب فيروس كورونا قربك. وإليكم التفاصيل. الصحة تعلن موعد تحديث بروتوكولات علاج كورونا. قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان إن اللجنة العالمية بالفيروس كورونا بالوزارة تتابع بشكل مستمر تحديث بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا على المستوى العالم ونتائج الشفاء التي حققتها في كل دولة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث بروتوكولات علاج الكورونا في كل المرافق الصحية وفقا لأحداث ما تم التوصل إليه على مستوى العالمي. وكشفت المصادر عن إجراء تحديث بسيط في بروتوكولات علاج فيروس كورونا في أول اجتماع للجنة العلمية لفيروس كورونا بالوزارة الأسبوع المقبل، وعقب انتهاء أجازة عيد الفطر، لافتا إلى أنه ستتم بروتوكولات العلاج وفقا لنتائج المرضى المصابين بفيروس كورونا ونسب الشفاء ونتائج بروتوكولات العلاج عالميا. وأوضحت المصادر أنه يتم الاعتماد على بروتوكول العلاج بالكلوروكين لعلاج مصابي فيروس كورونا حيث حقق نتائج جيدة حتى الآن، كما تتم دراسة مدى فعالية أدوية الأفيكان والعلاج بالبلازما لعلاج المصابين، مشيرا إلى أن اللجنة العلمية في انعقاد مستمر لمتابعة وضع حالات الكورونا بمستشفيات العزل ومراجعة تقارير المصابين في المستشفيات ونسب استجابتهم للعلاج ومدى استعداد حالتهم لنقلهم إلى نزل الشباب أو لمستشفى آخر. قرار جمهوري بتعيين مصطفى الغمري مندوبا بمساعد مجلس الدولة. دراسة مريض كورونا لا يعدي من حوله ب 11 يوما من التقاط الفيروس. توصل باحثون في المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة أن مرضى فيروس كورونا لا يجب عزلهم بعد مرور 11 يوم على اكتشافهم، لأنهم لا يصبحوا في تلك الفترة خطرا على من حولهم حتى وإن كانت أعراض المرض ما زالت تظهر عليهم. وفقا لديلي ميل البريطانية، فإن الدراسة التي أجرها الباحثون على 73 مريضا مصابا بالفيروس التاجي وجدت أن الشخص المصاب بالمرض يصبح معديا لمن حوله قبل يومين من ظهور الأعراض،
ثم يظل المريض معديا لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام بعد أن تبدأ الأعراض في الظهور بوضوح عليه، والتي تشمل ارتفاع درجة الحرارة وسعال مستمر. وقال الباحثون إن مريض كوفيد-19 يمكن ألا يتم عزله بعد ذلك، لأنه لا يكون معديا لمن حوله حتى وإن لم يكن أتم شفاؤه بعد انقضاء هذه الفترة. الصحة تكشف عن 320 مستشفى لعزل مرضى كورونا وتطور في خدمة 105. عقدت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد الأحد 24 مايو اجتماعا دوري مع وكلاء الوزارة والأطقم الطبية ومستشفيات العزل على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو. يأتي الاجتماع في إطار متابعة مستجدات فيروس كورونا والوقوف على تطورات الموقف أول بأول، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في كافة المستشفيات والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية والوقائية. ونعت وزيرة الصحة والسكان شهداء الواجب من الأطقم الطبية الذين توفوا أثناء تأدية الواجب الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الدولة لن تنسى تضحياتهم الثمينة والتي أصبحت وساما على صدور الجميع، كما تقدمت بالشكر لكافة الأطقم الطبية والعاملين في كل مستشفيات مصر وأسرهم على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم والتصدي لفيروس كورونا المستجد. وحرصت وزيرة الصحة والسكان على الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم وتذليل أي تحديات وتواجههم أثناء تأدية عملهم، كما تابعت أيضا تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعايير مكافحة العدوى. وتابعت وزيرة الصحة والسكان تفعيل تقديم كافة الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد، بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة والعلاج والعزل، والتي بدأت بالفعل في 320 مستشفى عام ومركزي على مستوى الجمهورية، تابعا لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها لاستقبال مصابي الفيروس، وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا. ومن جانبه أشارت مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة دكتور خالد مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت بإدراج كافة المستشفيات التي دخلت الخدمة ضمن منظومة الخط الساخن 105، حيث يقوم القائمون على الخط الساخن بتوجيه المواطنين إلى أقرب مستشفى حسب الحالة الصحية وسعة كل مستشفى. وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت بزيادة عدد المقاعد بالخط الساخن 105 إلى 500 مقعد بهدف استيعاب عدد أكبر من استفسارات المواطنين، كما تم تقليل زمن الرسائل الصوتية لتقليل مدة انتظار المواطنين لتلقي الخدمة، مشيرا إلى أن تطبيق صحة مصر والذي تم إطلاقه في الأيام الماضية يتيح كافة المعلومات ويجيب على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا، كما يمكن من خلاله الإبلاغ عن الحالات المشتبهة في إصابتها وربطها بغرفة عمليات الوزارة لاتخاذ اللازم، وذلك بالإضافة إلى خدمة الواتس أب وتطبيق ماسنجر بوت، كما أن جار تخصيص تطبيق إلكتروني بالخط الساخن للرد على الاستشارات الطبية عن بعد. شركة جوجل وآبل تطلقان تطبيقا يخبرك بوجود مصاب فيروس كورونا قربك. أعلن شركة أبل وجوجل الانتهاء من النسخة الأولية من تطبيق كوفيد-19 لإخطار الأشخاص بوجود مصابين بفيروس كورونا في محيطهم. وأفادت الشركتان أن التطبيق متاح للسلطات الصحية لبدء استخدامه، أنه متاح على هواتف أبل وأندرويد بعد تحديث أنظمتها الجديدة. كما أكدت الشركتان أن التطبيق يعمل بناء على تقنية بلوتوث الموجودة في الهواتف المحمولة لزيادة تتبع جهات الاتصال البشرية ولتقديم طريقة للناس لمعرفة إذا كان يحيط بهم أشخاص مصابون بفيروس كورونا أم لا. وقالت الشركتان اليوم هذا التكنولوجيا في أيدي وكالات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم التي ستتولى القيادة، وسنواصل دعم جهودها. وسعت الشركتان لجعل التقنية تحقق أقصى قدر من الخصوصية لتشجيع أكبر عدد من الأشخاص على استخدامها ولجعل هذا التكنولوجيا الجديدة فعالة ولحماية الخصوصية والحد من احتمالية إساءة الاستخدام. تتطلب القواعد التي وضعتها الشركتان عدم استخدام بيانات الموقع، ويجب على الأفراد المشاركة طوعيا، ويسمح فقط للسلطات الصحية بالوصول إلى التكنولوجيا. الأطباء تتهم الصحة بالإهمال والوزارة
ومستشفى للطواقم الطبية خلال ساعات. طالبت نقابة أطباء مصر جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بحث وزارة الصحة على القيام بدورها في حماية الطواقم الطبية وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية المصابين بفيروس كورونا لضمان سرعة علاجهم كحق أصيل لهم. وأضافت نقابة الأطباء في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الأحد 24 مايو أن توفير مستشفيات لعزل الأطقم الطبية ستجعلهم يعودون لتحمل المسؤولية في الدفاع عن سلامة الوطن. وحذرت النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذي سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كمتحذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله على استمرار ما وصفته بالتقاعس والإهمال ما نجب من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية. وعلى جانب آخر، أعلنت الوحدة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة بوزارة الصحة والسكان التجهيز لإعداد مستشفى عزل خاص للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء الفرق الطبية. وقالت الوحدة عبر حسابها على فيسبوك: يجري اتخاذ اللازم نحو تجهيز وبدء العمل بمستشفى عزل للطواقم الطبية بالفعل خلال ساعات. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.